الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. ضيوف الرحمن يبدأون غدا أولى مناسك الحج بالتوجه إلى مشهر منى لقضاء يوم التروية. زعماء مجموعة السبع يؤيدون المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وواشنطن تؤكد أن تعديلات حماس تتماشى مع طرح بايدن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي الشريف وزيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. يبدأ حجاج بيت الله الحرام غدا الجمعة مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. هذا ومن المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن السبت المقبل الموافق 9 من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية. وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتيسير تفويجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انطلق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445 هجريا لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته 9 المنتشرة بها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما، وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطارة، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة.
كما قامت بتطوير الأنظمة المستخدمة كافة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم. أكدت البعثة الطبية في الأراضي المقدسة على جاهزية البعثة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحجاج المصريين بالمشاعر، مشيرة إلى زيادة عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 16500 حاج. وأكدت البعثة الطبية أن عدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية بلغ 36 حالة، مشيرة إلى أن وضعهم الصحي مستقر وأنهم سيتمكنون من أداء الفريضة من خلال تفويجهم بالقوافل التي أعدتها السلطات السعودية. قبيل بدء المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن على أهبة الاستعداد لأداء الفريضة حج البيت، فالبعثة الطبية المصرية تواصل الليل بالنهار لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم لتأهيلهم بدنيا ونفسيا لتلك الرحلة التي طال انتظارها سائلين الله القبول. بكرة إن شاء الله ترويع، احنا دولنا كبعثة طبية ان احنا نبتدي نؤهل الحجاج كلهم، منهم اللي بناء على التوعية اللي هم السلام اللي ما كانوش بيشتكوا اللي مش مرضى اصلا، المجموعة التانية المجموعة اللي اوريدي كان عندهم جم كشفوا، ودول احنا حاليا وصلنا 16000، وده رقم يعني مش قليل، وبيتم توعيتهم بناء على الشكوى بتاعتهم، منهم مثلا اللي عنده سكر من وعيه للتحضير للمجهود اللي هيعمله في الحج، اللي يشرب المية كتير، يعمل حسابه ان هو بيتحرك، الشمسيه، الكريمات، وهكذا للتحضير للحج باذن الله. منهم المرضى اللي موجودين مقيمين في المستشفيات، في منهم اللي بنحضرهم مع التعاون مع الهلال السعودي لحضور الحج. معظم الحالات التي استقبلتها البعثه الطبيه تعاني من اجهاد ونزلات برد، وتم التعامل معها بشكل يتوافق مع طبيعه هذا الحدث. بس طبيعي موفرة أدوية البرد ومضادات حيوية ومخافض حرارة، بناخد بالنا تماما من المريض من أول يوم حسب الحالة، بنوصف له العلاج بيمشي عليه وبيتابع معنا إن شاء الله يوميا لغاية ما يتحسن بقى كويس. مساج والموف والمسكن وبسط العضلات كل حاجة موجودة، ومضادات الحيوية كلها موجودة وكله مصروف إن شاء الله. كما حرص فريق الطب الوقائي على عمل ندوات توعوية للحجاج المصريين أينما كانوا، سواء في دور العبادة أو المطاعم أو تجمعاتهم بمقر إقامتهم. في النهاردة ندوة توعية من فريق الوقاية للصحة العامة السعودي بالاشتراك مع الفريق الوقائي المصري، وعملوا توعية للحجاج، وهو الفريق السعودي أبدأ إعجابه بالمنظومة الصحية المصرية اللي بتهتم بالحاج بمجرد خروجه من مصر قبل سفره لحد وصوله لأرض الوطن تاني عودته بعد أدائه الشعائر المقدسة. ضيوف الرحمن أثنوا على البعثة الطبية لما تقدمه من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة. فريق طبي ما شاء الله كفاءات على أعلى مستوى من الاهتمام والرعاية وحسن اللقاء، فبنشكر جهد البعثة الطبية المصرية هنا. ادتنا نصائح مهمة جدا ان احنا نتجنب الشمس، ناخد بالنا من اللي عنده مثلا السكري ياخد باله من اقدامه. وهنا المعاملة جميلة جدا بصراحة من ساعة ما جينا، وهم يعني قايمين باكمل وجه، ما فيش اي تأثير في اي حاجة خالص. عينيا كانت بتحرقني واحتقان في الانف، وجيت وكشفت الحمد لله ودنا العلاج كويس. خدمة عالية جدا، خدمة يعني الناس محترمة جدا، الدكاترة أعطوني مرهم وعطتني حتى غسول للعين، وما شاء الله بعثة كويسة خالص وجايمين بأكمل وجه، وديتني حاجات زيادة أنا ما كنتش طالباها، يعني ديتني قطرة عشان في عرفات، وديتني كريم عشان آلام العظام. ساعة قليلة ويبدأ ماراثون الرحلة المقدسة، فالبعثة الطبية المصرية في صراع مع الزمن لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن لأداء الفريضة في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب.
يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تتوصل جهود مصر والوسطاء للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأصدرت حركة حماس بيانا طالبت فيه بإدخال تعديلات على المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. في الوقت الذي تستمر فيه جهود مصر والوسطاء من أجل التوصل لاتفاق هدنة يضع حدا للحرب وينهي معاناة الفلسطينيين، فإن ثمة نقاط خلافية لم تحدد بعد الشكل النهائي لتلك الصفقة حتى الآن أو تضمن وصولها لبر الأمان. بالنسبة لحماس، فقد رأت الحركة مطالب يجب تنفيذها في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتتضمن المطالبة بثلاث مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. تحفظ آخر أعلنته حماس فيما يتعلق بطرح بايدن الذي يستثني 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيد. من وجهة نظر حماس، فإن التعديلات التي طلبتها على مقترح وقف إطلاق النار ليست كبيرة، أما واشنطن فرأت غير ذلك أصلاً في وقت سابق، إذ أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه على الرغم من أن بعض مطالب حماس بخصوص مقترح بايدن قابلة للتنفيذ، فالبعض الآخر لا يمكن تلبيته، معتبراً أن حماس كان عليها القبول بالمقترح المطروح كما هو. أما تل أبيب فكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن طلب حماس الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة هو في الواقع النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات. حماس بدورها لم تغفل الصمت الإسرائيلي تجاه قبول أو رفض المقترح الأخير، واعتبرت الحركة أنه في الوقت الذي يواصل فيه بلينكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح، فإن الحركة لم تسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة، داعية بلينكين وإدارة الرئيس بايدن إلى الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع. وأضاف بايدن أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، وردا على سؤال عما إذا كان واثقا من التوصل لوقف إطلاق النار، قال بايدن أنه يجب على حماس أن تكثف جهودها وتتحرك نحو وقف إطلاق النار. أعلن زعماء مجموعة السبع عن تأييد الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وفي مسودة البيان الختامية للقمة جدد زعماء مجموعة السبع التزامهما الراسخ بحل الدولتين، كما أعربوا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار. واعتبر المسؤول الأمريكي أن عددا كبيرا من التغيرات التي طلبتها حماس يتماشى مع طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والبعض لا يتماشى مع ما ورد فيه. كما أكد أن مواصلة تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق أمر مهم، وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن الهدف هو كيفية سد ما وصفه بالفجوات مع الحركة والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن التوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في طرح بايدن وقرار مجلس الأمن. President Biden laid out.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزامه الشديد بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة رغم العراقيل، خاصة في خضم حملة التضليل طويلة الأمد لتشويه سمعة وكالة الأونروا. وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة الراسخ تجاه وكالة الأونروا، مشيرا إلى النطاق الهائل للدمار والموت الناجم عن توصل الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الثمانية الماضية، لافتا إلى أنه لا يزال من الصعب للغاية دعم السكان الذين يتعرضون لإطلاق النار وفي ظل وجود العديد من القيود على دخول الإمدادات الضرورية للمساعدات الإنسانية. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من شهر أكتوبر إلى 37,232 شهيدا و 85,037 مصابا. وأفادت السلطات الصحية في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 105 مصابين خلال 24 ساعة ماضية. وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق وحصرت منزلا وقصفته بالقذائف قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدمه، واستندلاع مواجهات في المكان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة. هذا واحتجزت قوات الاحتلال جثمان شهيدين، بينما نقل الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد الثالث إلى المستشفى. وباستشهاد 3 ارتفع عدد ضحايا العدوان في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 544 شهيدا، بينهم 133 طفلا، فضلا عن إصابة 5200 آخرين. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها. ردا على اغتيال أحد قادة حزب الله يشن أكبر هجوم على شمال إسرائيل وجولان المحتلة ويستهدف 15 موقعا عسكريا. أكد حزب الله اللبناني أنه شن هجوماً متزامناً بصواريخ وطائرات مسيرة على 15 موقعاً عسكرياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، رداً على ضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل قيادي ميداني بارز في الحزب. وأوضح مصدر بحزب الله أنه تم إطلاق 150 صاروخاً باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل، مؤكدا أن هذا الهجوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 من شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه تم استهداف مواقع عسكرية من بينها قاعدة قيل إنها تضم مقرا استخباراتيا مسؤولا عن الاغتيالات. في المقابل توعد الجيش الإسرائيلي بالرد على هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل على إرساء الأمن على الحدود الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك على حد قوله. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد اندلاع عدة حرائق جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. تصعيد متواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على طول الحدود. وفي أكبر هجوم للحزب على إسرائيل منذ 7 من أكتوبر الماضي، استهدف شمال إسرائيل بحوالي 150 صاروخا، وتعهد الحزب بزيادة تصعيد عملياته ضد إسرائيل. وفيما أعلن حزب الله في بيان له أن عناصره استهدفت جنودا لإسرائيل في محيط موقع حانيتا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى هجوم جوي لحزب الله بسرب من المسيرات استهدف مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 الإسرائيلي
وأصاب أهدافه بدقة. وحدة الدفاع الجوي في حزب الله قالت أيضاً إنها تصدت لطائرة حربية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو وأجبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية. تصعيد أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراء تقييم أمني في ظل الأوضاع بالشمال، فيما أعلن موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة. وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن قلقة من اندفاع إسرائيل لحرب مع حزب الله دون استراتيجية واضحة، مشيرين إلى أن واشنطن تعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه تخفيف التصعيد الإسرائيلي اللبناني. من جهتها تشير مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن حزب الله يمتلك أكثر من 1,000,000 صاروخ من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة وصواريخ كاتيوشا معدلة، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يجعل الأمريكيين يحذرون مراراً من اتساع رقعة الصراع ويقومون باتصالات مكثفة لإنقاذ حليفتها إسرائيل من التورط في صراع آخر. أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية، ذلك بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن. وأوضحت الوكالة البريطانية أن السفينة أصيبت بمقذوفين ما أدى إلى نشوب حريق على متنها. ووفقا لشركة أمبري الأمنية البريطانية أن السفينة أصيبت بصاروخ في خليج عدن جنوب اليمن. وفي هجوم منفصل أوردت وكالة للأمن البحري أن انفجارا قد وقع قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني، والذي تسيطر عليه قوة الحوثي من دون تسجيل أضرار أو أي إصابات. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المقترح المقدم من شركة ماجنوم العقارية لإنشاء برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو 1,000,000,000 دولار. يأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي تتكون من مبنى بارتفاع يقدر ب 250 متر يحافظ على البيئة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ COP27، والتي بموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. صدق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة، والذي سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024. هذا وقد تم تعديل التوقيتات الخاصة بمواليد حملة المؤهلات العليا والمؤهلات فوق المتوسطة، ليكون التقديم متاح لمواليد الفترة من 1 يناير وحتى 30 إبريل لأشهر يناير وفبراير ومارس وإبريل من جميع السنوات حتى عام 2004. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.tagnid.mod.gov.eg، ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15 499.
نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم أطراف تعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة. جاء ذلك برعاية القوات المسلحة في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لمصابي الألغام من أبناء محافظة مطروح. تحت رعاية القوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي نظمت مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة، حيث نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح، وذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع. جينا هنا الناس ما قصرتش معانا، عملوا لنا جهازات نظيفة على مستوى عالي صراحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو عمله مع المعاقين ومع تضررين الألغام نفع علينا بالخير. قعدنا 3 أيام أو 4 أيام شفنا أن في نظام كبير متغير، وشفنا الراحة النفسية لنا، وشفنا كل الاستقبال الجيد بهذا المكان الجيد. دوني جهاز باتر فوق الركبة، يعني بيكلف تكلفة كتير. أنا مش قدها، قاموا هم بصنعاء وتقدمها لي لأمانة. شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمراكز الطب الطبيعي والتأهيلية وعلاج الروماتيزم، وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز، والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة. في الفترة الأخيرة في بعد مهم جدا، وهو توجيه من فخامة الرئيس بالتركيز على الأطراف الصناعية، وأن يبقى في كيان ضخم قومي يقدر أن هو يخدم مش بس أهالينا في مصر ولكن أيضا في الوطن العربي وأفريقيا. هذه الخطوة بتؤكد حرص وزارة التعاون الدولي بتعاون مع القوات المسلحة على دعم أهالينا في مطروح وعلى حصولهم على حقهم الطبيعي في القدرة على المعيشة والقدرة على القيام بدورهم في الحياة بشكل طبيعي بعد الحوادث اللي تعرضوا ليها. وإحنا كمجلس نواب وكلجنة علاقات خارجية بنتوجه لهم بخالص التقدير على الجهود اللي تمت. حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التعاون الدولية. تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الريادي في محور بنية الإنسان ودورها الفعال بجميع المناسبات، حيث أوضحت المؤسسة أنها ستستكمل خلال عيد الأضحى المبارك فعاليات مبادرة من إنسان لإنسان، والتي تستهدف قيام متطوعيها بزيارة دور الأيتام خلال أيام العيد، وكذلك تنظيم حفلات وتوزيع الهدايا والألعاب للاحتفال بالعيد وتعزيز قيم التكافل. كما تستعد مؤسسة حياة كريمة لتوزيع عدد من الطرود الغذائية لدعم أكثر من 35 ألف مواطن في عدد من المحافظات. وأكدت كذلك المؤسسة أنها قامت بتشغيل عدد من مطابخ الخير بمناسبة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لإنتاج 1000 وجبة يوميا، ذلك بإجمالي 10,000 وجبة، العمل على توزيعها لدور المسنين الأكثر احتياجا. من جديد تحية طيبة. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة الداخلية بتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وحرصا من وزارة الداخلية على دعم أهالي المناطق الحضرية الجديدة، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، قامت الوزارة بتوزيع بواد غذائية على قاطني تلك المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف الأعباء عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس إن على المبادرة الجميلة اللي هو ما بينسناش فيها،
وفي عيد، في مدارس، في أيام عادية، رمضان، الحمد لله كل حاجة بتجينا متوفرة وإحنا قاعدين. بنشكر الرئيس طبعا على المبادرات الكتيرة اللي بيقدمها في حي الإسمارات للناس الغالبة، وبنشكره جدا وإحنا فرحانين طبعا بالحاجات ديت لأنها بتساعد ناس كتيرة أو غالبة هنا هوت. بنشكر الرئيس جدا على المبادرة كلنا واحد واهتمامه بينا، بنشكره على اهتمامه بينا واهتمامه لأولادنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. المبادرة تأتي استمرارا لإسهامات الوزارة الفاعلة في تقديم كافة أوجه الرعاية لأهالي هذه المناطق على مدار العام اجتماعيا واقتصاديا، وفي إطار توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة لقاطنيها بعد تهيئة السكن المناسب لهم. بحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بينا ودايماً بيدعمنا، والنهاردة منزلنا كراتين في مدينة المحروسة. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة معنا، في رمضان كان معنا وفي عيد الضحية معنا، على كل سلع غذائية بيجيبها لنا، واحنا شاكرين لك يا ريس، دايما فاكرنا مش ناسينا. بنشكر سياده الريس جدا على كل مبادراته لينا وعلى وجوده معانا في كل المناسبات. واحنا عايشين هنا في المحروسه في حياه كريمه، احنا عايشين هنا مرتاحين، ونشكر الريس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. حلمش سياده الريس دايما فاكرنا يا رب، كل سنه وانتم بالف خير. ربنا يخلي سيادة الرئيس لينا ويطول في عمره وينصره على من يعاديه. ألف شكر لك يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك لينا ودايما فاكرنا. ألف شكر لك يا رئيس، دايما فاكرنا كده مش ناسينا. تحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس ومش ناسينا، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها أصل الحكاية. توزيع المساعدات جاء وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود إنسانية واجتماعية لدعمهم، حيث بدأ الارتياح على الوجوه لتكرار المساعدات واستمرار الدعم لهم. كل المناسبات فاكرنا فيها، أيوة، في رمضان بعت لنا برضو كراتين رمضان وكل حاجة والحمد لله. يعني ألف شكر، وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. شكرا، ربنا يخلينا ويخليك أي حاجة. لا يا رب يخليك، وربنا يخليك لينا يا رب. احنا من ساعة ما جينا هنا يعني الحمد لله الدنيا أحسن من الأول بكتير. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. سيدي الرئيس ربنا يكفي شر المرض ويسترها معايا، كل سنة بيفتكرنا وربنا ما يحرمنا منه إن شاء الله. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شاكرين للرئيس كتير وبنشكره، وكل سنة وهو طيب وربنا يخلي لينا ودايما فاكرنا بالخير يا رب. شكرا ليك يا رئيس، متشكرين وربنا يبارك لنا في عمرك وكل سنه وانت طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرات اجتماعيه ذات دلاله انسانيه من وزاره الداخليه نحو سكان المناطق الحضريه الجديده تبني جسورا من الثقه وتؤكد ان الامن هو رساله انسانيه. دايما هنا شرطه وشعب. أكدت وزارة البيئة أنه لا وجود لقطع الأشجار بحديقة الميريلاند، ذلك بعد معاينتها لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وبعد ورود شكاوى بتاريخ 17 من مايو بقطع أشجار الحديقة. وقد أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بعدم تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميريلاند إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية. كما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكاوى التي وردت للوزارة، والتي أفادت قيام مسؤولي حديقة الميريلاند بقطع الأشجار بأحد المناطق بها. وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسؤول الحديقة بعدم إقامة أي أنشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليا بالحديقة والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء.
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول قطع الأشجار في حديقة الحيوان بالجيزة. وقد كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال إلى حديقة الحيوان بالجيزة والمعاينة على الطبيعة. كما أكدت اللجنة عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلا، وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس قطعها، ذلك للحفاظ عليها من التلف وتجميل شكلها. تواصل الدولة تنفيذ خططها التنموية الشاملة بما في ذلك خطة مواجهة التغير المناخي وما تتضمنه من مبادرات للتشجير في مختلف أنحاء الجمهورية. وفي هذا الإطار عملت الدولة بمختلف أجهزتها التنفيذية على الإسراع بتنفيذ مشروع مبادرة 100 مليون شجرة، فضلا عن مشاريع أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني. تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم، تواصل الدولة جهودها في تعظيم دمج البعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان. الدولة في هذا الإطار تواصل عملها في الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين عدد من الجهات والوزارات، إذ انتهت وزارة البيئة من زراعة 1.4 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة. وتستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي تكثيف العمل على مشروع تشجير قرى الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، ليتم الانتهاء من زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية. الدولة وعبر أجهزتها المختلفة تقوم بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بإجمالي 100 ألف شجرة، كما تشترك الدولة في جهود عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في زراعة الأشجار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024، إذ تمت زراعة نحو 186 ألف شجرة داخل الجامعات ونحو 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل عدد من المدارس. الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في مجال البيئة والتشجير لمواجهة التغير المناخي تستهدف بالأساس امتصاص نحو 850 ألف كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً للمساهمة في تقليل الآثار الكارثية للاحتباس الحراري الذي تتسبب به الدول الصناعية الكبرى وتتحمل تبعاته القارة الأفريقية الأقل مساهمة في تلويث البيئة. أعلنت الحكومة الانتهاء من توريد وزراعة 2.5 مليون شجرة في 25 محافظة منذ بدء المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة. وأوضحت الحكومة أنه جرى العمل بين مختلف الوزارات لتوريد ما تبقى من أشجار لزراعتها، مؤكدة الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو وتنقية الهواء وتحسين جودته، مما ينعكس إيجابيا على صحة أو الصحة العامة للمواطنين. تستمر أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة على مساحة 500 فدان، وتشمل إنشاء حدائق وتلال ونهر صناعي ومناطق ترفيهية وخدمية، بالإضافة إلى بحيرة عين الصيرة وساحة مسجد عمرو بن العاص. تستعد مدينة الفسطاط لافتتاح أكبر متنزه أخضر في تاريخ القاهرة الحديث، وهو حديقة تلال الفسطاط الجاري تنفيذها بمنطقة مصر القديمة المحيطة بمتحف الحضارة المصرية على مساحة 500 فدان لتكون الأضخم في الشرق الأوسط. الهدف من المشروع أن يخلق متنفس أخضر لأهل المنطقة ويبقى مصدر لجذب سياحي. عاملين هنا منطقة مغامرات وألعاب ترفيهية، عاملين هنا فنادق، عاملين ملاعب، عاملين سينمات، عاملين مولات،
في نهر هيبقى من قلب ثلاث باب الخضرة، هيبقى نزل على شلال بحيرة عين الصيرة وشلال لحد جامع عمرو بن العاص. تضم الحديقة عدة مناطق، منها المنطقة الثقافية التي تقع مقابل البوابة الرئيسية، وتعد أحد المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة، ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل مولات تجارية ومطاعم. هدف المشروع أن احنا نحط منطقة مصر القديمة تاني على خريطة مصر السياحية. المشروع هنا على مساحة 500 فدان، المسطحات الخضراء بتمثل حوالي 70% من مساحة المشروع. المشروع بيهتم بإحياء التراث الديني، عندنا هنا من أول كنيسة المعلقة وحصن بابليون، عندنا جامع عمرو بن العاص، عندنا مسجد سلطان المتحابين، عندنا مقام ألا طابة طوم، المبنى الوحيد المعاصر الإخشيدي في مصر. السائح يجي هنا يقعد هنا 7 أيام بلياليهم في البرندات اللي يقدر يتجول فيها، يقدر إن هو يقعد هنا إقامة دايمة ويتمتع بقى بالتطوير اللي حصل. تضم تلال الفسطاط حدائق وتباب ومسطحات خضراء ونهر صناعي يتم إنشاؤه ومناطق ترفيهية وخدمية. تلال تلال بمدرجات، بلاندسكيب، بإضاءة، بنوافير، بنهر أخضر وسطهم، هيجدد رؤية مصر القديمة كلها. كما عمل المشروع على إنشاء مشتل زراعي يضم مجموعة كبيرة من النباتات النادرة في مصر، بالإضافة إلى إنشاء برج أيقوني على ارتفاع 70 متر من مستوى سطح البحر، لتصبح تلال الفسطاط علما جديدا يضاف إلى الجمهورية الجديدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، بدأت محافظة الوادي الجديد أعمال غرس وزراعة الأشجار بالمحافظة، وتهدف مبادرة 100 مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة أن لها الكثير من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تثبت حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ورؤيتها في ضرورة العمل التشاركي سواء داخليا أو خارجيا للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة. تم توريد حوالي 160 ألف شجرة، منهم أشجار مثمرة زي الزيتون واليوسفي والبرتقال، وأيضا أشجار خشبية زي الكزورين والكافور، وتم توزيعهم على جميع مراكز المحافظة. طبعا في احتياج جامد جدا سواء كان أشجار مثمرة أو أشجار ظل. طبعا مساحة الوادي الجديد 44.6 من مساحة مصر، أغلبها صحراء، فطبعا المبادرة دي جميلة جدا جدا، وفعلا إن شاء الله هنستفاد منها بإذن الله. يعني إحنا كمنطقة حدودية صحراوية ياريت إنها تكون فيها زراعة الأشجار دي بكثرة، لأنها تغير المناخ فعلا. والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، وإلى مصطفى مزار. مرحبا بك مصطفى. مرحبا وشكرا حكمة عبد الحميد، شكرا نرنا إيهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في 29 من يونيو الجاري بالقاهرة. أضافت سفارة الاتحاد الأوروبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن المؤتمر والذي تستمر أعماله على مدار يومين سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وجه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية، وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة أجازة عيد الأضحى وما بعدها. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لسير العمل بغرفتي التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول،
وأكد الملا على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلي خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية وللكوادر العاملة بها والتي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو البيع. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 23 مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى مستوى 1.793 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 بما نسبته 1.9% ليسجل ما قيمته ويصل إلى 26417 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بما نسبته 1.4% ليصل إلى مستوى 5929 نقطة. كذلك شملت الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.19% ليصل ويحقق ما قيمته 8555 نقطة. في أسواق البترول العالمية حققت أسعار النفط انخفاضات طفيفة في تعاملات متقلبة بسبب ضغوط زيادة المعروض الأمريكي من الخام والوقود، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 29% لتصل إلى 82 دولار و84 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 32% ليصل الإجمالي فيها إلى 78 دولار و75 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل القيمة إلى 2.47 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.17% لتسجل 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر. ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13242 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من يونيو، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أغسطس الماضي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع مرنا وحكمة. شكرا لك مصطفى. أنهت بعثة حج القرى بوزارة الداخلية تجهيزاتها بعرفة تمهيدا لاستقبال الحجاج للوقوف على صعيد عرفات. عبد الله بركات مفاد التلفزيون المصري هناك يطلعنا على المزيد. نحن الآن على صعيد عرفات الله، حيث أنهت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية كافة التجهيزات لإقامة الحجاج خلال يوم عرفة والتيسير عليهم خلال هذا اليوم، حيث تم اختيار المخيمات بمواقع متميزة بعرفات بالقرب من مسجد نمرة يتوسطها موقف للحافلات لسهولة عملية النفرة بالنسبة للحجاج. خلال هذا اليوم ستقدم بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية العديد من وسائل الراحة للحجاج، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة سيكون هناك تكييفات إضافية ومراوح إضافية موجودة بالمخيمات لتوفير الجو الملائم للحجاج، إضافة إلى ثلاجات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقدم كافة العصائر للحجاج والمياه الباردة وغيرها خلال هذا اليوم، إضافة إلى الوجبات التي سيتم الساخنة التي سيتم توزيعها على الحجاج خلال هذا اليوم إن شاء الله. كذلك هناك تيسيرات أخرى خاصة بالحجاج تتعلق بوسائل الإعاشة والراحة، من حيث دورات المياه سيكون هناك دورات مياه إضافية للرجال والسيدات، ومنها ما هو مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
لضمان سهولة أداء المناسك. سيكون هناك ضباط بعثة حج القرعة موجودين بهذه المخيمات لزيادة عملية الضبط، وسيتم التسكين إلكترونيا من خلال أدبار كود والذي الموجود في المعصم الخاص بالحجاج، ليضمن كل حاج أن يكون له مكان في هذا المخيم. كل هذه التجهيزات انتهت بالفعل هنا بعرفات الله في انتظار استقبال الحجاج خلال ساعات قليلة. أما الآن الوقفة الرياضية بنشرة التاسعة، نعود فيها مرة أخرى إلى الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ميرنا وشكرا حكمة. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في ثاني جولاتنا نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل مودرن فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز 11 بالدوري المصري الممتاز. حقق فريق بيراميدز فوزا ساحقا على نظير فريق سموحة بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 56 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق سموحة في المركز السابع عند 35 نقطة. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ميرنا وحكمة. شكرا لك مصطفى. أكدت وكالة ناسا أن كل شهر من الأشهر أشهر العام الماضي قد سجل رقما قياسيا جديدا لدرجات الحرارة العالمية، ويعد ذلك مؤشرا على الاحترار السريع الذي يشهده الكوكب. وأوضحت الوكالة أن المجتمعات في جميع أنحاء العالم تشعر بالحرارة الشديدة بأعداد غير مسبوقة. وأضافت ناسا أنه في نوفمبر الماضي كان متوسط درجة الحرارة العالمية أعلى بنحو درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى. مشاهدينا الآن مع أحوال الطقس ودرجة الحرارة مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا حكمة من جديد. شكرا ميرنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، واتصالا بأخبار وكالة ناسا عن زيادة درجة حرارة الأرض نستعرض معكم درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الجمعة شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون ليلاً وفي الصباح الباكر مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والجو في القاهرة شديد الحرارة في الأسكندرية 36-24، والجو حار في مطروح 36-23، والجو حار في بورسعيد 35-26، والجو حار وفي الإسماعيلية 44-27، والجو شديد الحرارة. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى أيضا 44 درجة والصغرى 27، والجو شديد الحرارة. في العريش 35-23 والجو حار. في طابة 41-27 والجو فيها شديد الحرارة. وفي شرم الشيخ 44-31 والجو أيضا شديد الحرارة. في الغردقة 43-30 والجو شديد الحرارة. وفي محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 47 درجة والصغرى 30 درجة والجو شديد الحرارة. في أسوان 47-31 والجو أيضا شديد الحرارة. وفي الوادي الجديد 44-28 والجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 40-29 والجو شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 36-28 والجو فيها حار.
والآن نستعرض معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. يبدو أن درجات الحرارة المرتفعة ألقت بظلالها علينا، والآن نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. الله يحرق العرب إن شاء الله، الله يحرق كل العرب. انتهت نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى التذكرة. الرئيس السيسي في المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. ضيوف الرحمن يبدأون غدا أولى مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. زعماء مجموعة السبع يؤيدون المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وواشنطن تؤكد أن تعديلات حماس تتماشى مع طرح بايدن.